نخرج يا عم النهارده الخميس، نجيب ونعمل اي حاجه. عارف المادة صعبة أوي، تفتكر يا اسطى هنجيب مجموعة؟ طارق أنت مش هتفكك من حوار التعليم ده طارق، وشاغل بالك أنت مش عملت اللي عليك وبتذاكر. يا عم سيبك يا عم، خلينا نلعب بقى يا عم ونتبسط. مش آخر، مش نهاية العالم هو يعني. أهلا بكل حضراتكم، كل مشاهدي اليوم السابع في كل مكان. الحقيقة ممكن نتكلم في هذه التغطية عن آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024، وأكدت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة بتعقد هذا العام كما حدث في العام الماضي، وده عن طريق استخدام الأوبن بوك. نكمل يا ابني. جالي مرض قريتها اكتر من مليون مره، مش عاوزه تثبت، وانا بحطها هنا مش عاوزه تثبت، مش عاوزه تثبت، مش عاوزه كتبتها مره ومره هنا وكتبتها هنا. اعمل جالي اعمل ايه؟ أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. قلق بيسيطر على كافة الأسر المصرية واللي أولادهم في الثانوية العامة، والطلبة بيكونوا متوترين للغاية. يعني خلينا نقول لكم أنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت الجدول الزمني الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2024. هنعمل إيه دلوقتي؟ وصلنا لنهايه الطريق، وصلنا لنهايه ثانويه عامه، وربنا يرضيكم ويرضيكم، ربنا يسر امورك ويفعل لكم احلى احلامكم ويفرج همومكم ويسعد لكم. اشوفكم على خير، ربنا يرضيكم ويرضيكم، ربنا يسر امورك ويسعد لكم احلامكم ويفرج همومكم. ما تنسونيش وافتكروني بدعواتكم. اشوفكم على خير في الجامعه. أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الثانوية العامة. أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكل حضراتكم. بداية يوم جديد أمس بعد اعتماد دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، وبعد إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 20، وبيمكن طبعا للطلاب معرفة النتيجة عن طريق التسجيل على الموقع.